وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: الورع جنة ونعم القرين الرضا. لابد من بيان مسألتين. المسألة الأولى أن الإمام علي سلام الله عليه يختلف عن غيره في حكمه وخطبه وكلماته ورسائله في أنه يشبه الأنبياء، فهو إذا وصف شيئا فلكي يعظ الناس به. حينما تسمع إلى الإمام علي وهو يتكلم عن الخفاش أو عن الطاووس أو عن النمل، فلا يتكلم كعالم من علماء الحيوان أو من علماء الطبيعة، حيث يبينون لك أن النملة عبارة عن أمة من الأمم، وكيف يبني النمل بيته والنظام الحاكم في بيته وإلى آخره. إنما حديثه عن النمل هو الموعظة والإشارة إلى خالق النمل وخالقك والنظام الموجود في هذا الكون. وحينما يتحدث عن أيضا الصفات النبيلة في الإنسان أو الصفات السلبية في الإنسان، فليس فقط يريد أن يبين واقعا موجودا في النفس البشرية، إنما يريد أن يعظ. والمطلوب منك أن تتعلم وأن تتلمذ وأن تقلد الإمام فيما يقول. كلامه هو كلام عن الناموس، كلامه هو كلام رسول الله، وكلام رسول الله لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الأمر الثاني، لكي نعرف مسألة من المسائل لابد أن ننظر إليها من جميع أبعادها. من ينظر إلى الحياة من بعد واحد قد يقع في الخطأ، بل إنك لو نظرت إلى رجل جميل جدا من بعد واحد ربما رأيته قبيحا، ولربما تظن أن شخصا ما رأيته من بعد واحد هو الجميل المحيا، لكن إذا نظرت إليه من جميع الأبعاد لا تراه كذلك. أتذكر ذات مرة وأنا أمشي رأيت أحد شاب من الشباب يمشي في الشارع وأنا على طرف منه، حقيقة رأيته وسيما ربما يضرب به المثل في الجمال، لكنه حينما التفت إلي رأيت أن هذا الجانب من وجهه مشوه، فإذا نظرت إليه من أمام تراه في شكل غير جميل، لا أقول قبيح. المهم الحقائق أيضا هكذا، يعني لكي نعرف أن الورع جنة. أساسا الجنة يعني الدرع، فكما أن الإنسان يدفع سهام العدو بدرعه فإن الإنسان الورع يدفع سهام إبليس بورعه. الورع جنة. كيف أن الورع جنة؟ وفي أي مجال يكون الورع جنة؟ الحقيقة الأولى أو البعد الأول
أن نعرف أن كل الجرائم التي ترتكب في هذه الأرض كالظلم والقتل ومصادرة الحقوق وكذلك المبقات كالكبر والحسد وما شابه ذلك، كل هذه الأمور هي معاصي. المعصية لا تقتصر على أن تترك الصلاة، أن تترك الصوم، أن لا تذهب إلى الحج، أن لا تؤدي الزكاة، أن لا تعطي خمس مالك، هذه بعض المعاصي. كل جريمة تسمع عنها تقع في هذه الأرض هي معصية من معاصي الله، ولربما تكون أكبر من معصية ترك الصلاة، لأن معصية ترك الصلاة هي معصية بين العبد وبين ربه، بينما قتل النفس معصية لله وظلم للعباد، يعني معصيتين وربما أكثر من معصيتين. إذن جميع الجرائم التي تقع في الأرض سواء كانت على مستوى القتل أو على مستوى مصادرة الحقوق أو على مستوى الحالات النفسية، لأن المعاصي النفسية أكبر من المعاصي التي يرتكبها الإنسان بأعضائه. الكبر معصية أكبر من أي معصية من المعاصي، لأنه جذر المعاصي ونبع المعاصي. كذلك الحسد وبقية القضايا النفسية التي تعتبر من الموبقات، إضافة إلى مثل الزنا وشرب الخمر وما شابه ذلك. فكل جريمة تصدر من الإنسان هي معصية. الأمر الثاني، كل الجرائم والموبقات لها آثارها، كل مقدمة لها نتيجتها. العمل الجيد له نتيجته وهي جيدة، والعمل السيء نتيجته سيئة، أمر نحن نعبر عنه بأنه طبيعي، لكن ما في شيء عندنا طبيعي، إنما هي إرادة الله وسنة الله عز وجل في هذه الحياة. كما أن من يضع يده في النار فإن يده تحترق، لأن الله جعل النار لها خاصية الاحتراق. كذلك من يرتكب جريمة من الجرائم بما في ذلك ما اصطلحنا عليه بالمعاصي، يعني الزنا لها آثارها، شرب الخمر له آثاره، وكذلك بقية القضايا وبقية الأمور. حينما يذهب أحدهم إلى الطبيب في البلاد الغربية وكذلك في بقية البلدان، من جملة الأسئلة التي يطرحها الطبيب عادة: هل تشرب الكحول؟ هل أنت مدمن أو لا؟ لأن الإدمان يؤدي إلى خراب البدن. الإدمان على الخمرة، بل قطرة من الخمرة لها تأثيرها السيء على الإنسان. كل معصية لها أثر، كل جريمة هي معصية، وكل معصية لها أثر ونتيجة. الظلم، الظلم ظلمات، عاقبة الظلم وخيمة. ربما الظالم في حالة الغرور وحينما يملك ما يملك من الحكم والسلطان لا يهتم بأثر ظلمه، لكنك ترى أن ظالم ارتكب الظلم قبل 60 عاما وبعد كل هذه المدة يؤخذ إلى المحكمة ويحكم عليه بالانتقام والإعدام، لأن الظلم ظلمات كما في الحديث الشريف. الكبر، الحسد وغيرها من المعاصي والموبقات لها آثارها السيئة على الإنسان حتى لو تاب منها. يعني القضية ما ترتبط بالتوبة وعدم التوبة، هذا إلى أثره، أثر العادي. شخص ما كان مدمنا على المخدرات أو مدمنا على المسكرات ثم أصيب في كبده، وعادة ما الإنسان اللي يشرب المسكرات يصاب في كبده، لأن الكبد عبارة عن رفينري حسب التعبير، عبارة عن جهاز يقوم ب500 عمل في داخل جسم الإنسان، ولا بد أن ينظف الدم من السموم، والخمرة سم، فالكبد يتأثر
بمرور الزمن ربما يصاب بالسرطان، بتشمع الكبد إلى آخره. هذا الأثر مع قطع النظر من أنه بعد مدة من الزمن تاب، لعل الله لا يعاقبه على شرب الخمر ومعصيته للرب، لكن هذا الأثر يبقى في جسمه. هذا هو، هذا اللي أنت عملته في شبابك وحصل ما حصل. إنسان ما ارتكب الزنا فأصيب بمرض الإيدز، الآن تاب من هذه المعصية بينه وبين ربه، لكن المرض أصاب جهاز المناعة عنده ولا يمكن معالجته. الأمر الآخر أن الوقاية دائما أسهل وأرخص، ونتيجة الوقاية مضمونة. يعني العلاج ربما يأثر ربما يأثر. إنسان ما أصيب بمرض بسبب أنه ما تورع عن استخدام شيء كان يضره، طعام مسموم مثلا، هذا العلاج قد ينفعه وقد لا ينفعه، لكن إذا لم يأكل الطعام المسموم فحتما لا يصاب بأي عطب. العلاج بالوقاية أفضل من العلاج بالدواء، وكما المثل المعروف درهم وقاية خير من قنطار من العلاج. بدل أن الشخص يحاول أن يتخلص من الإعدام إذا ارتكب جريمة القتل، فالأفضل أن لا يرتكب جريمة القتل. هذه الوقاية أن يقي نفسه من ارتكاب الجريمة أسهل وأرخص، والنتيجة مضمونة. الورع ماذا يعني؟ الورع معناه واضح، التورع، الابتعاد عن الحرام بالمعنى العام لكلمة حرام، الابتعاد عن الظلم، عن الطغيان، عن العصيان، عن مصادرة الحقوق، عن الحسد، عن الكبر، عن الزنا، عن شرب الخمر وإلى آخره. هذا الورع، أن تبتعد عنه. عندنا ورع وعندنا أداء الواجبات. إذا العبد تورع عن المحرمات وأدى الواجبات فهو رجل متقي. التقوى هو أن تجمع بين الورع عن محارم الله وبين أداء الواجبات، هذا هو التقوى. الورع قد يقال أن الورع يعني الابتعاد عن الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات. والمطلوب في المتقين في الحقيقة هو هذا النوع من الورع، وليس فقط عدم ارتكاب الحرام. لا، أصلا ما يروح وراء الشبهة، شيء مشكوك فيه ابتعد عنه، أو لا تحوم حول الحمى لتروح قريب من المعصية. آدم نهي سلام الله عليه، نهي عن الأكل من الشجرة، لكن الله نهاه عن الاقتراب منها، ولا تقرب هذه الشجرة. يعني ما كان الحرام هو مجرد الاقتراب، كان المحرم عليه أن يأكل من الشجرة، لكن رب العالمين كان يريد له الورع في هذا المجال، أن لا يقترب إلى الشجرة، ولا تقرب هذه الشجرة. أباح له جنته، حرم عليه شجرة واحدة، وما حرم عودها، ولا حرم الاستظلال بها، ولا حرم ريحها، إنما حرم فاكهتها. الآن هذه شنو معلينا؟ حرم عليه ثمرة هذه الشجرة، لكن الأمر جاء ولا تقربا هذه الشجرة. الورع جنة. إذا فهمنا هذه الملاحظات وهذه الحقائق نفهم معنى كلمة الإمام علي بأبعادها المختلفة، أن الورع يقي الإنسان من نتائج آثار عمله، من ما يترتب على معاصيه. الورع جنة. وهنا لابد أن نبين أيضا أن الورع له تأثيران، تأثير عيني وتأثير غيبي، وفي كل الأمور هكذا. أنت حينما تسمع كلام الرب وتطيعه فإن الله يعطيك من الغيب، غير قضية أنك تحصل على نتائج عملك. يعني عمل جيد حينما تحسن إلى الناس مثلا فإن الناس يحسنون إليك. هل تبحث عن احترام الناس لك؟ احترمهم. هل تبحث عن عطاء الناس لك؟ أعطهم.
هل تبحث عن عون الناس لك أعنهم؟ أمر طبيعي. هذه النتيجة، بس أكو نتيجة أخرى، لأنك أطعت الله، يعني قمت بهذا العمل بنية خالصة لأن الله أمرك. هذا يشبه ولا مناقشة في الأمثال، لو أن أحدا أكل تمرا، التمر كما يقول الإمام علي غذاء وحلواء، هم طعام هم طيب ويعطي طاقة مباشرة للإنسان، تحصل على الطاقة. لكن لو أكلت التمر لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب أكل التمر، فأنت تحصل على نتيجة غيبية. هذه النتيجة الغيبية قد تكون في الدنيا وقد تكون في الآخرة، ثواب رب العالمين يعطيك لأنك تقربت إلى الله برسوله وحبيبه، أو يعطيك شيئا ما في هذه الحياة الدنيا. ولذلك ربنا عز وجل يقول في الآيات المباركات حول التقوى أنه من يتق الله يجعل له فرقانا، يعني يعطيه بصيرة، يقدر يفرق بين الخير والشر والصلاح والفساد والإيمان والنفاق والصح والخطأ، يجعل له فرقان. هذا الفرقان شيء إضافي، رب العالمين يعطيك هذا النور. العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، أو يقول في آية أخرى معروفة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ليش من حيث لا يحتسب؟ لأنه ما ارتكب الحرام خوفا من الله، بس الله يشط شيء إضافي غير الثواب اللي يحصل عليه، أن الله يرزقه من حيث لا يحتسب. نعرف نفهم أهمية هذا الأمر من خلال معرفتنا لهذه الحياة، ومعرفتنا لمالك الحياة وخالق الحياة والمهيمن على الحياة، وهو ربنا عز وجل. الله تعالى فاعل ما يشاء، وليس هنالك فاعل لما يشاء غيره. سبحان الله، نحن لا نستطيع أن نستوعب صفات الله ومعانيها، يعني حينما يقول الله إن الله على كل شيء قدير، ما تقدر تفهم المعنى. ليش؟ لأنك محدود، فهمك محدود، خيالك محدود، عقلك محدود. حينئذ تصور الشيء محدود تقول الله قادر على هذا الشيء المحدود، لكن الله قادر على كل شيء، أو أن الله يعرف كل شيء. أحد الملحدين، هذا من جملة أدلته على أن الله غير موجود، يقول معقول أن يكون هنالك شيء، شخص يعرف كل شيء؟ بالنسبة لك هذا مو معقول، أنت بشر محدود. لكن ما يميز الله عنك هو أن الله يعلم كل شيء، كل صغيرة وكبيرة، ولا رطب ولا يابس. في الربع الخالي هنالك ذرة من الرمل رطبة، الله يعرف هذه الرطوبة. ورقة في غابات الأمازون تسقط من على الشجرة، الله ده يعرف أن هذه الورقة ده تسقط، ويعرف قبل أن يكون المعروف، يعلم قبل أن يكون معلوم. هذا هم شنو معناه؟ قادر إذ لا مقدور، عالم إذ لا معلوم، إلى آخره. المهم أن الله عز وجل هو الوحيد الذي له الإرادة المطلقة في هذه الكون، في هذا الكون. سلب منك إرادتك فيما يرتبط بجسمك، أنت عندك إرادة في جسمك؟ لا، ما عندك إرادة في جسمك. قلبك يعمل بدون إرادتك، رأتك تعمل بدون إرادتك، الكلية تعمل بدون الإرادة، القلب، الدم، كل ما في جسمك ده يعمل بدون إرادتك، بدون وعيك، بدون معرفتك. عندك علم القلب شلون يشتغل؟ طبيب المختص بالقلب هم ما عنده علم كامل، ولذلك العلم ده يتقدم. إذا كان عنده علم كامل يعني ما يتقدم العلم، يوميا ده يكتشفون شيء جديد. ومن ثم الله سلب منك إرادتك فيما يرتبط بنفسك، تمسلوب الإرادة. ذكرنا ذاك اليوم أنه لو أحدا قال لا أنا عندي إرادة واختيار، على الأقل أستطيع أن أضع حدا لحياتي، أقول إذا رب العالمين ما يريد هذا ما تقدر عليه، لو ما في وسيلة أمامك ما تقدر تقضي على نفسك إلا بوسيلة من الوسائل. المهم الله عز وجل هو الفاعل لما يشاء.
أعطانا فترة معينة من الاختيار، من الحرية، حتى في مو بداية ولادة الإنسان، حينما يكون جنينا في بطن أمه مسلوب الإرادة، يوم يجي للدنيا شهر أول، شهر ثاني، شهر ثالث، إلى أن يواشر يتعلم بمرور الزمن كيف يمسك بالكأس مثلا، كيف يمسك بشيء يقربه إلى فمه. يعني في البداية يظل مسلوب الإرادة، في شيخوخته إذا طال به العمر إلى أكثر من 100 عام يعود طفلا لا إرادة له ولا قدرة له ولا حرية له ولا اختيار له فيما يرتبط بعينيه، أذنيه، يديه، رجليه. عندي عيون ما يشوف، أذن ما يسمع، رجليه ما تشيله، إيده ترجف، لا يرجع كما كان من قبل. هامش من الحرية ربنا أعطى لهذا الإنسان في فترة معينة من الزمن، حتى أن بعض الشهوات يعطيها في فترة معينة، شهوة الجنس في الرجل يعطيها بعد البلوغ ثم يسلبها بعد فترة من الزمن يوم اللي يكبر، وكذلك أمور كثيرة من هذا النوع. إذا أراد الله بعبد خيرا فكل البشرية غير قادرة على أن تمنع هذا الخير، وإذا أراد به شرا فكل البشرية غير قادرة على أن تمنع الشر عنه. عند إرادة في كل شيء، إذا أراد فضل لعبده يعطيه مع قطع النظر أن البشرية كلها تصطف أمام فضل الله، الله يوصل إليه. النبي كان يمنع من تلاوة آيات الكتاب في أزقة مكة، ومكة اليوم قرية بالقياس إلى مدن العالم الكبيرة، فكيف في ذاك الوقت اللي كل المسجد الحرام كان 600 متر مربع فقط، المسجد الحرام، بيت الله الحرام. زين، يقرأ آيات القرآن ما يخلوه يقرأ، يريد يتلوها في المسجد الحرام ما يخلوه، لكن اليوم 100 إذاعة قرآن في العالم كله. أرادوا أن يمنعوا وصول صوت النبي إلى من كان من الناس في هذه القرية، الله يوصل صوته إلى كل مكان. ولعل أحدهم لا يريد أن يسمع آيات الكتاب لكن يدور على نشرة خبرية، لابد أن يمر بإذاعة قرآن، إذاعات قرآن، قنوات قرآنية، إضافة إلى الكتب، إضافة إلى الخطباء، إضافة، كل هذا كلام النبي دي يوصل إلى المكان الذي يريد. الله جعل معادلة من خلال هذا الكلام، هذه المقدمة، في معادلة بين الله وبين عبده، أو عقد دي يقدم لعبده، يقول كن لي أكن لك، بسيطة، كن لي أكن لك، 4 كلمات، كن لي أكن لك، بس هي كبيرة جدا. أنت تكون لله لا تستطيع أن تنفعه في شيء، لا خيرا توصله إليه ولا شرا تدفعه عن سبحانه وتعالى، عن ذلك علوا كبيرا. لكن الله يكون لك، كن لي أكن لك، كون كله يكون إلك، الحياة إلك، الشمس إلك، القمر إلك، النجوم إلك، البحار إلك، كل هذه الأشياء إلك، كن لي أكن لك. لكن كن لي إلى شرط، اذكرني في الرخاء أذكرك في الشدة. في الشدائد كل الناس حينما ينقطع بهم وتنقطع بهم السبل يتوجهون إلى من هو أعلى من هذه الوسائل والسبل، كل الناس، حتى الملحد، ملحدين في لحظات الشدة حينما تنكسر بهم السفينة كما قال الإمام الصادق لذلك الرجل، يتوجه إلى ربه حيث لا أحد يستطيع أن ينجيه. لكن رب العالمين يكون لك بشرط أن تكون معه وأن تكون له في الرخاء. اذكرني في الرخاء أذكرك في الشدة. قصة بائع الخضار معروفة، رجل كان دا يبيع طماطة، خيار، عنده عربة صغيرة بالشارع، يعني من أوضع البائعين، محل ما عنده، وضيع وضعه، بسيط جدا، والناس يروحون يجون، وإذا طفل يسقط من طابق أعلى الناس يشوفون هذا الطفل، خلاص بعد لحظات يموت على الأرض بفعل الجاذبية، فيصيحون كطبيعة البشر يوم اللي يشوف الرحال، يبدأون يصيحون الناس، فيلتفت يشوف الطفل ده ينزل، يقول له أوقف، توقف، فيتوقف الطفل ما بين
سمائي والأرض. بعدين يروح تحته يوقف يقول له تعال يواش يواش قليلا قليلا انزل 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 كم شبيذة يخليه على الأرض. طفل يمشي يركض بيت أبوه. تفوان حوله نبي أنت نبي؟ قال لا. وصي؟ لا. ولي من أولياء الله؟ معقول وقفت الطفل بين السماء والأرض؟ قال لا يا جماعة أنا رجل عادي هذا اللي أبيعه هذا شغله. كيف فعلت ذلك؟ قال أطعته في كل شيء وحينما سألته أطاعني. كل ما قايل لي أنا ذا أسوي طلبت من عنده. هي الجاذبية مو فعل الله وسنة الله. التأثير الثاني قضية الورع حضاري. يعني واجبات الدين لها جانبين، جانب شخصي جانب جمعي. بالنتيجة احنا بشر نعيش في تجمعات، سمها عائلة سمها عشيرة سمها قبيلة سمها بلد سمها وطن سمها الكرة الأرضية سمها ما شئت. بالنتيجة نعيشهم على آخرين، فأعمالنا تؤثر فيهم وأعمالهم تؤثر فينا. في جانب حضاري في قضية الورع يجعل الفرد قويا أمام المغريات، لا يسقط أمام التهديد، لا يستسلم أمام الجوع، لا ينهار أمام المرأة أمام المال. هاي الميمات الثلاث، ميم الملك وميم المرأة وميم المال، اللي الكثير من الناس يطوفون حولها طول عمرهم. هذه بالنسبة إلى توافه الحياة، مو أنه ما يستعملها ما يستفيد من عدها، لا، لكن غير قادرة على أن تصرعه في الحياة، هو الحاكم عليها وليس محكوما بها. الورع جنة حينما يكون هنالك شخص ورع أو جماعة ورعة أو أمة ورعة، أمة متقية، هذه أمة قوية في الحياة. مغريات الحياة لا تؤثر فيها. الكلام الذي يقال أحيانا غزو ثقافي يؤثر على الجماعة، لأن درع ما عندهم، السهام تأثر على قلوبهم. إذا كان عندهم حصن حصين، التقوى حصن، الورع جنة، أمة ورعة، لا تستطيع أي قوة في الأرض أن تخضعها لإرادتها. أمة متقية تكون قطعا أمة ناهضة، أمة متحركة، أمة نشطة، أمة مستقلة. فتأثير الورع كتأثير بقية الواجبات أمران، الأمر الأول شخصي بالنسبة إلى الفرد، والأمر الآخر جمعي بالنسبة إلى الأمة. حينما لا يخاف الإنسان إلا من ربه حينئذ يخيف الله منه كل شيء، كما في الحديث المعروف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. الذي يكون ورعا ومتقيا لا يبيع نفسه ولا يبيع أمته ولا يبيع وطنه ولا يكون جاسوسا لعدوه ولا يكون في خدمة أعداء أمته. في نوع من أنواع الحصانة. في أوروبا دولة صغيرة، هذه الدولة في داخلها مجموعة من القوميات، على الأقل ثلاث قوميات أساسية وثلاث لغات مختلفة، هي اللغة الفرنسية واللغة الإيطالية واللغة الألمانية، ودولة محاصرة بدول كبرى بالقياس إليها، ليست إلا 6 ملايين من البشر في هاي الدولة، وما عندها مخرج إلى البحر. عادة كانوا يقولون أن الدولة التي لا مدخل لها ولا مخرج إلى البحر لن تعيش، لا تكون دولة، خاصة في السابق حيث الطيران غير موجود والسيارات. فإذا يحتاج الإنسان لكي يذهب إلى أماكن معينة أن يستفيد من الماء والبحر والسفن. دولة سويسرا من أكثر من 300 عام ما شهدت حربا،
احنا في حياتنا كم حرب شايفين؟ كم حرب؟ يعني قريب 10 حروب انا شاهدتها وعاصرتها، وبعضها كانت في بلادنا وبعضها كانت قريبة من عندنا في منطقتنا. يعني اللي يعيش 50 سنة يشوف له 10 حروب، 300 سنة هذا الشعب ما شايف له حرب. ليش؟ لأن هذه عندهم حصانة. يعني هتلر ما غزا سويسرا، سويسرا ما غزا هتلر، مع أن قسم من السويسريين يتكلمون اللغة الألمانية. أصلا الجماعة اللي يعيشون في زيوريخ وهم جيران ألمانيا يروحون إلى ألمانيا يشترون البضاعة ويجون عندهم، لأن عندهم أغلى مما في ألمانيا، يروحون لهناك. اللي موجودين في جنيف يروحون إلى فرنسا. ذات مرة إحنا ركبنا باص ذهبنا إلى مكان، في الرجعة واحد من الجماعة اللي كان قاعد التفت قال يا جماعة شوف طول الطريق بالرجعة. قلنا ممكن سائق الباص رايح من مكان بعيد مثلا. واحد نتكلم مع بعض التفت إلنا واحد من الجالسين هناك قال وين رايحين؟ قلنا جنيف. قال أنت صرت في فرنسا من زمان، داخلين في فرنسا. يعني هذه الحدود، إيطاليا من جهة، ألمانيا من جهة، وفرنسا من جهة. شنو السبب أنه ما في غزاة من قبل 300 سنة يحاولون غزو هذه البلاد، هذه الدولة؟ بسبب قوة الأفراد فيها. كل فرد يشعر أنه صاحب القرار، ومن ثم عندهم نوع من أنواع الحصانة. ماكو واحد مستعد يصير عميل لغيره، ماكو أحد يرتكب ظلم بالنسبة إلى غيره من جماعتهم، من أنفسهم طبعا. على كل حال، حينما تكون هنالك أمة ورعة، أمة متقية، تكون عندها حصانة. طبعا مثال سويسرا ليس المثال الأفضل عندنا، لكن باعتبار عندنا عاصر هذه المدينة في جانب معين، هؤلاء التزموا ببعض القيم فأصبحت عندهم حصانة وقوة، ولذلك لا يفكر أحد في غزوها. إذن الورع جن. ثم يقول الإمام ونعم القرين الرضا. خوش قرين للإنسان أن يكون راضي. يعني إذا كنا فقراء، إذا كنا أذلاء، إذا كنا هكذا، فإن علينا أن نرضى. بس خلاص باعتبار نعم القرين الرضا. نعم أحيانا القضاء والقدر أساسا نوعين، قضاء وقدر إلهي وقضاء وقدر الطاغوت. الطاغوت هم عنده قضاء وقدر، الله عنده قضاء وقدر. والرضا بالقضاء والقدر من علامات المؤمن ومن شروط الإيمان. لكن هل قضاء وقدر الطاغوت أيضا لابد من الخضوع له والقبول به؟ أبدا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يكفر بقضاء الطاغوت وبقدر الطاغوت ويؤمن بقضاء الله وبقدر الله. مو كل قضاء وقدر هو صحيح، لأن الطاغوت أيضا يوحي إليك بأن ما يقوله هو الحق وهو الأمر الذي لابد من الخضوع له وعدم مخالفته. طاغوت هم الشكل يريد يقول أنا عندي قضاء، أنا أمرت، أنا الذي أحدد لكم ماذا تأكلون وماذا تشربون وأين تذهبون وهل تسافرون وهل تجلسون وماذا تقرؤون. شوف الطغاة، يمنع عنك الكتاب، يمنع عنك السفر، قوانين يخلي ما أنزل الله بها من سلطان، أنت عبد له ولا بد أن تطيعه في كل شيء. هذا يعتبر قضاء وقدره مثل قضاء الله وقدره. هل الرضا بقضاء وقدر الطاغوت هو أيضا نعم القرين؟ بالقطع واليقين لا. الرضا بقضاء الله وقدر الله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الرضا ليس من دون بذل الجهد. بعبارة أخرى، الرضا مو بديل عن السعي. أنت أسعي، اللي حصلت حصلت تكون راضي به، مو بدون السعي. أنا جالس في بيتي لا أشتغل لا أعمل، فقير، أقول أنا راضي بقضاء الله وقدره، رضى بهذا الفقر. أبدا مو هذا هو المطلوب، لابد من السعي، لكن هذا منتهى جهدك، فاللي حصلت عليه اتمتع بي.
تمتع به، ابحث عن الزيادة فيه مو مشكلة، لكن لا تتمتع بما أنت فيه. أنت سعيت اليوم للحصول على رزقك، فما حصلت إلا بمقدار قيمة خبز يابس. الليلة أكل خبز يابس، إن شاء الله باكر تحصل لك شريخة حسب التعبير العراقي، باكر تحصل لك عزيمة ممتازة. الآن تمتع بهذا اللي حصلت عليه، سعيت فلم تحصل إلا بهذا القدر. الآن راح نبين شنو هاي المشكلة يوم اللي الناس ما يكون عندهم رضا، ليش نعمل قريب. لكن قبل ذلك أقول، الإمام الحسين سلام الله عليه بدأ نهضته تحت شعار نصبر على بلائه، وأنهى حياته شهيدا عند ربه راضيا مرضيا، وهو يقول اللهم رضا برضاك لا معبود سواك. تبدأ بالصبر. الصبر مو يعني قبل من يزيد ما يقوم به، الصبر هو في النهضة ضد يزيد. الرضا بما قسم الله له من الشهادة، وليس الرضا بالذلة التي أرادها يزيد له، هيهات من الذل. يصبر على بلاء الله ويرضى بما قسم الله له. بشنو؟ بأن يجلس في بيته، أن يبايع والي يزيد على المدينة، أن يقبل بالذل. أبدا، بالعكس تماما، هذا هو المعنى للرضا. من أهم أسباب السعادة الرضا، بل إن بعضهم قال السعادة يعني الرضا. عندك ثوب واحد تلبسه راضي بيه ترتاح، كيف لما تطلع برا تفتخر بالثوب اللي عندك، ما تشعر بالدونية وبالحقارة لأنك لا تملك أفضل من هذا الثوب، أو سيارة أفضل من سيارتك. لا، هذا هو الموجود. رأيت أحد العلماء في مشهد الرضا سلام الله عليه، سيارته فيها دعمات وقديمة، قلت له سيارتك تصلح لمتحف وكأنها جاي من معركة بدر. قال الحقيقة هو أنا مرتاح فيه جدا، لا أخاف أحد يدعمني، خلي السيارات الأخرى تدعمني مو مشكلة، أرقد عندي دعمات ولا أخاف أحد يسرقها ولا أخاف كذا، أنا مرتاح فيها، أنا سعيد في هذه السيارة. وحقيقة كان يعني يملك أنه يبدل سيارته إلى سيارة أفضل. استفد واحد أمركب بالسيارة وسيارته لا بأس فيها، بس هذا سيارته أحسن، عنده بيت ذاك بيته أفضل، عند زوجة ذيك أجمل، عند مال ذاك أكثر. مثل ذاك الشخص اللي كان يتمنى أن يربح يا نصيب يوم من الأيام، ودائما كان كئيب ويقول ليش أنا ما دا أربح يا نصيب، وإذا بيوم من الأيام ربح مليون دولار يا نصيب، قالوا اليوم راح نشوفه فرح ومسرور. دخلوا عليه كئيب جالس ومخلي راسه بين رجليه، ها ايش فيك مو ربحت مليون؟ قال طبعا بس غير ربح مليونين، زين كيف من هالمليون وتمتع به، غيرك ربح مليونين. هذه الدنيا زائلة، نعيمها زائل وخيرها مختلط بشرها، صلاحها بفسادها، شبابها بهرمها، فلازم احنا نتمتع باللي نحصل عليه بعد بذل الجهد. شوفوا نتيجة عدم الرضا، قلنا الرضا من أسباب السعادة، إن لم تكن السعادة تعني الرضا. مقابل الرضا شنو هو؟ سخط، الطمع، واحد يطمع، حرص، هذه نقيض الرضا. نعم القرين الرضا، في مقابلة شنو؟ سخط، في مقابلة حرص، في مقابلة طمع، في مقابلة أن الشخص يريد شيء ما يحصل عليه فينهار لأنه ما حصل عليه. هل بحثتم عن أسباب الانتحار في العالم وعدد الذين يقتلون بالانتحار في العالم؟ من 800 ألف إلى مليون إنسان يضعون حداً لحياتهم بالانتحار، ومن 10 إلى 40% من الذين يقدمون على الانتحار لا يوفقون للانتحار. يعني أضف إلى مليون نسمة يقتلون أنفسهم بالانتحار، ف400 ألف أيضا ينتحرون لكن ما يموتون، يعالجون بطريقة من الطرق. مليون شخص كل 40 ثانية
يقتل إنسان بالانتحار في هذه الأرض كل 40 ثانية، أقل من دقيقة. زين، وأيضا الذين يصابون بالاكتئاب بسبب فقدان بعض الأمور، كم عدد الذين يصابون بالاكتئاب في العالم؟ يعني أصيب بالاكتئاب، مو صار عنده فترة من الزمن اكتئاب وراح من عنده، اليوم ما كان راضي، اليوم كان عنده طمع، اليوم كان عنده حرص، اليوم ما كان مرتاح، هذه ما نحسبه. اللي يصابون بالاكتئاب في العالم 350 مليون إنسان. زين، هذا اللي ينتحر عنده عائلة، يعني هو يضع حد لحياته، كم واحد يتأثرون يحزنون بسبب موته؟ إذا جمعنا كل هذا أكثر من مليار ونصف من البشر، مليار ونصف من البشر هؤلاء يعانون المرارة في هذه الحياة بسبب عدم الرضا، بسبب السخط، بسبب الطمع. لكن إذا كان راضي، في اليابان يقدمون على الانتحار لعل بعض الشباب والشابات بسبب ما نجحوا في الانتحار، ما جابوا علامات عالية، مو 100%، مو 90%، 80%، قتلت نفسها، قتل نفسها. في جسر في استوكهولم في السويد، أنا مريت عليه، قالوا إذا تجلس هنا في 8 ساعات 10 ساعات راح تشوف لك واحد راح ينتحر، وأكثر الذين ينتحرونهم شباب. يعني الدنيا واعدة أمامهم، الفرص كثيرة أمامهم، لكن لأنه ما عنده حالة الرضا، الرضا، لذلك يضع حد لحياته بسبب سخط على شيء، بسبب مشكلة مر به. إذن عوائل الذين ينتحرون، عوائل الذين يصابون بالاكتئاب، يكفي شخص واحد في عائلة مصاب بالاكتئاب كل العائلة يصابون بالاكتئاب كلهم. يعني هل مليار من البشر وأكثر من مليار بسبب أنه ما عندهم رضا؟ شوف كلمة الإمام علي، نعم القرين الرضا، الرضا نعم القرين. طبعا الرضا حينما نتحدث له معاني مختلفة، نكتفي بهذا المقدار لأن الوقت داهمنا. ربنا يقول ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا، إذا حصلوا على شيء رضوا، وإن لم يعطوا منها، لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، يصير عنده سخط اللي هو المعنى المضاد لكلمة الرضا. ولو أنهم رضوا، رب العالمين ولو أنهم رضوا ما يجيب الجواب ماله، يعني بعبارة أخرى يا ليت كانوا يرضون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، الله كان يعطيهم، لكن عنده مشكلة السخط. في بعض الأفراد يعيش دائما في حالة عدم الرضا من نفسه، ليش عيوني مو خضر؟ ليش طولي قصير؟ ليش هذا أبويا؟ ليش هذه أمي؟ ليش هذا أخوي؟ ليش أنا ولدت في عائلة فقيرة؟ ليش أنا مو من أولاد الملوك والأمراء؟ ليش وليش وليش ولماذا ولا آخر؟ أصلا دائما دا يعيش في حالة سخط، وده يمشي بالشارع ما مرتاح من لون بشرته، من عائلته، من مدينته. كم من الناس يموتون في عرض البحر لأنهم غير راضين عن البقاء في مدنهم، يريدون يروح مكان ثاني. يوم اللي يروح هناك شوف ترى ماكو فرق، الشمس نفسها والقمر نفسه والنجوم نفسها والأرض نفسها والبشر نفسه، شو الفرق بين هنا وهناك؟ تقول أنني أعيش في دولة فيها ظلم، حاول القضاء على الظلم والطغيان، اشتغل، اسعي، الثمن الذي تدفعه للنصر أقل بكثير من الثمن الذي تدفعه عند الهزيمة، ادفع الثمن حصل على النصر مثلا. على كل حال عدم الرضا مثل قضية السعادة اللي هي الرضا، واسع المسألة تشمل أمور مختلفة، لذلك الإمام يقول ونعم القرين الرضا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.